عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الاكله غزاله صيفيه واعره بسيطه كما كتشوفوا، المقادير جد بسيطه، وهي اكله سمك الكالمار او الحبار. كاين في شي دول اللي كيقولوا له الحبار، وحنا في المغرب كنقولوا له الكالمار، وبالاسبانيا حتى هو الكالمار. هذه الناس اللي هما كيحماقوا على الحوت او السمك، فانا من عاشقه السمك. كما كتشوفوا المكونات جد بسيطه، ماشي شي حاجه صعيبه، حتى هي في متناول الجميع. فغادي ندوزو على بركه الله المكونات كما كتشوفوا. فعندي هنا كما كتشوفوا عندي واحد نص كيلو ديال الكالمار او الحبار، كما كتشوفوا مقطع على هذا الشكل بطريقه عشوائيه، ماشي مشكل كما بغيتوا تقطعوه. عندي هنايا واحد شويه ديال الملحه، عندي واحد شويه ديال السكينجبير. غادي ناخذ 4 معالق صغيره حيت ما عنديش انا كيلو، فلا قدرت كيلو ديال الكالمار غادي ندير نص معلقه من كل حاجه ديال العطريه، فانا غادي ندير غير 4. المهم غادي ناخذ القياس ديالي. هنا عندي السكينجبير كيف قلت لكم او الزنجبيل، هنا شويه ديال الكركم، شويه ديال الابزار، واحد المعلقه كبيره ديال القزبر او المعدنوس اللي هي مطقوقه على هذا الشكل مقطع او مقطع صغير. عندي واحد جوج دروس ديال الثومه اللي هما مدقوقين على هذا الشكل، وعندي جوج وريقات ديال ورق الغار او ورق سيدنا موسى، وعندي واحد البيضه اللي غادي نسلقها، 4 المعالق ديال زيت العود، ونص كاس ديال الماء. اللي غيدير كالامار مثلا كيلو يدير كاس ديال الماء، فانا درت نص كيلو غادي ناخذ نص كاس ديال الماء. فغادي ندوزو المرحله المواليه وهي مرحله الطهي. فغادي ناخذ واحد المقلات اللي غادي نديروها فوق البوطه، وغادي نضعوا هاد الزيت او 5 ديال المعالق ديال زيت العود، وغادي نوضعوا هاد الثوم اللي هو مدقوق، غادي نخليوه هكا حتى يتحمر لينا واحد شويه. غادي يولي اللون ديالو مذهب. هاد الاكله هادي كتجي غزاله، ما نعاودش لكم، راه اللي جربها غادي يخليها لي في التعاريف ويقول لي كيف كتجي. كتجي غزاله غزاله غزاله. المهم غنخليه واحد دقيقه هكا او نص دقيقه، المهم تشوفوا اللون ديالو بدا كيتغير. وغادي نوضعوا فيه هاد الكالمار. صافي، وغادي نبدا ندير دابا العطريه. كما كتشوفوا واحد شويه ديال السكينجبير او الزنجبيل، كما كتشوفوا القياس، واحد شويه ديال الملحه، القياس ديال كل واحد، شويه ديال الكركم، والبزار 4 معالق ديال البزار بحال هكا، وهذا الورق الغار. صافي، غادي نخليو هادشي هكا كيتشحر مع بعضياتو، كتنسجم ديك العطريه مع بعضياتها حتى كيشرب هذاك الكالمار او الحبار. غادي يتقلى مزيان وغادي نرجع معاكم. فمن بعد ما تشحر لينا هاد الكالمار وشرب ديك العطريه ديالو مزيان كما كتشوفوا، غادي نزيد عليه هاد نص كاس ديال الماء هكا. ودابا غادي نخليه فوق البوطه واحد 15 مينوت، واحد 15 دقيقه او حتى 20 دقيقه، المهم ما بين 15 ل 20 دقيقه غادي تشوفوه نشف وديك المرقه اختارت. صافي، غادي يكون الكالمار ديالنا وجد. المهم هانتوما معايا، غادي نخليوه دابا يكمل الطياب ديالو حتى نطلقاه. فبما وجد لي الكالمار كما كتشوفوا راه كيطيب، غادي انا ندوز نسلق هاد البيضه باش نوجدها للتزيين.
فالطبق ديال الكالامار هو وجد ليا كما كتشوفوا كيجي غزال، يا سلام. جربوه ما غاديش تندموا. انا يا درته في طبق التقديم، وضروري خاصكم تخليو فيه واحد شويه ديال المرق، لان هاد الاكله هذه كتبغي واحد شويه ديال المرق، ما يجيش داك الكالامار ناشف. فانا زينته بهذيك البيضه اللي سلقت، حكيتها من فوق منه وشويه ديال المعدنوس وشويه الحامض، ورافقته بواحد شويه ديال الفلفله اللي هي سوطيتها بشويه مليحه، وواحد صلاد كما كتشوفوا خفيفه، شويه ديال الخس ومطيشه والبصله وشويه ديال الفرماج. فهذه كانت هي الاكله الغديوه ديال اليوم كما كتشوفوا، كتجي يا سلام غزاله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ما غاديش تندموا. كما كتعرفوا اكل السمك فهو صحي، ومره مره الواحد يغير هكا من الاكلات الثقيله الاكلات الخفيفه، وبخصوص في هذا الصيف هذا الواحد كيبغي شويه الاكلات خفيفه بالنسبه للمعده وداك الشيء. فكما كتشوفوا جات اكله غزاله تستحق الصراحه التجربه. المهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش بلي لايك واشتراك في القناة ماشي يتوصلوا بالجديد ديالي. وإلى اللقاء والفيديو القادم، بسلام عليكم.